مين اللي ممكن يقفل بطيخ هرمز؟ إيران. إيران بإعلانها إن القوة الدولية المشكلة اللي هتضرب الحوثيين هتواجه مصاعب كتيرة، ده نوع من أنواع الدعم الإيراني للحوثيين. وهنا لو إيران تدخلت لإنقاذ الحوثيين بشكل أو بآخر أو للتعاطف معها، لازم تعرف إن الهدف الأول هو غلق مضيق هرمز. فالموضوع معقد والليلة كبرت والموضوع أصبح صعب جدا. أنا واقف قدام صحيفة صهيونية اسمها كالاكالست، قل لك على فكرة أخدت بالك مصر يجب أنها تحرك ضد الحوثيين. ليه يا عم؟ قال لك بص على الحدود الجنوبية المصرية، هتلاقي أصبح إن جاي من الحدود دي تهديدات أكتر بكتير من حدود مصر مع فلسطين. ليه؟ قال لك بص على سد النهضة، ده خطر بيهدد مياه الشرب اللي راح للمصريين، حتى لو أثيوبيا فلست ومش عارفة تسد ديونها، بس ده خطر. تاني حاجة حرب السودان، خطر على الحدود المصرية. تالت حاجة الحوثيين بيقفلوا قناة السويس. أصبحت الحدود المصرية الجنوبية في منتهى خطورة. أصبحت التهديدات اللي جاية بحرية برية وحرب شاملة من التلات جبهات دول، باب المندب، سد النهضة، السودان. وانت لو كنت دخلت في اي جبهة فيهم لازم تعرف ان انت هتبقى بتغرز، يجب تعرف ان انت لازم تحسم معركة. فلحد دلوقتي مصر ما اتحركتش، بس لو الحرب طولت عند باب المندب مصر هتتحرك.